اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. حين الدوله بتولي اهتمام كبير جدا بفئه الشباب، عندها خطه كبيره بتنفذها من اجل توفير مشروعات للشباب عن طريق توفير دراسات جدوى وكمان توفير التمويل لتشجيع الشباب على العمل الحر. تحت مسمى مبادره مشروعك في المحافظات، كان من نصيب محافظه الشرقيه 15,000 جنيه للشباب بتكلفه وصلت 2 مليار و400 مليون جنيه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر. معانا على الهاتف دكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه. صباح الخير يا سياده المحافظ. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك. عايزين نعرف بس تفاصيل المبادره، مبادره مشروعك اللي دشنتها الدوله، وايه هي المزايا كمان اللي بتقدمها للشباب في محافظه الشرقيه. هو برنامج مشروعك هو ضمن مشروع مبادره المشروع القومي للتنميه المجتمعيه والبشريه والمحليه ولاد بقى وزاره التنميه المحليه، وطبعا هو مشروع هو الغرض منه ايجاد فرص عمل وايجاد صناعات متميزه، والحمد لله داخل محافظه الشرقيه تم تنفيذ 15,637 مشروع من خلال المبادره بتكلفه زي ما حضرتك قلت 2 مليار 420 مليون جنيه تقريبا، والحمد لله ال 15,000 مشروع وفروا لنا حوالي 48,500 فرصه عمل لشباب المحافظه. سياده المحافظ بعد التحيه، يعني حابه اعرف من حضرتك، هل الشاب هو اللي بيحدد نوع المشروع اللي هيشتغله ولا ده بيكون من جانب الجهات التنفيذيه بالمحافظه؟ طبعا صباح الخير على حضرتك فندم. هو طبعا المتقدم للحصول على القرض او المشروع هو اللي بيختار المشروع اللي هو عايزه، واحنا حضرتك بنساعده في دراسه الجدوى وانهاء الاوراق بتاعته، اذا كانت بطاقه ضريبيه، سجل تجاري، كل الاوراق بتاعته، التدريب كمان والمساعده كاثناء تنفيذ المشروع اذا كان في تعثرات او اي حاجه بنساعده فيها على طول. وبعد كده هو بنعرض عليه اذا كان هو عايز مشروع جاهز الدراسه بتاعته، ما كانش هو بيقدم المشروع بتاعه ونبتدي نساعده فيه في كل المجالات، اذا كانت تجاره مثلا، كانت صناعه، اذا كانت تربيه او تجاره حبوب او نجاره، اي مشروع احنا عندنا كل الانشطه متاحه داخل تمويل مشروع. طيب كل الانشطه متاحه، لكن ايه اكثرها اقبالا يا فندم؟ ايه اكثر المشروعات اللي الشباب بتقبل عليها؟ والله احنا قابلنا عدد كبير جدا من مشروعات التجاره زي تجاره السيراميك وتجاره المفروشات والصناعات اللي مشهوره برضو هي ورش كوريا، بعض الصناعات الكهربائيه برضو عليها اقبال جيد، بجانب بقى المشروعات اللي مشهوره سيدات في تربيه اذا كان فراخ، اذا كان بط، اذا كان بعض المواشي، ودي برضو احنا شايفين ان هي ميزه جيده جدا لمساعده السيده على العمل داخل القريه، لان القروض بتاعتها ما بتبقاش كبيره انما بتبقى متطوره جدا وبتنمو داخل. طيب سياده المحافظ سامعني؟ مع حضرتك. هل يا فندم بيتم تدريب الشباب او السيدات حتى اللي بتدخل في المشروع من ضمن المشاريع اللي حضرتك اتكلمت عنها، بيتم تدريبهم قبلها؟ طبعا يا فندم بيتم تدريبهم وكمان متابعتهم في المشروع، يعني لو في مشكله في تعثر اثناء اداء المشروع على طول بنبتدي نلجا لاي حد في هذا المجال عشان يساعد انهاء هذه المشكلات. هو البرنامج زي ما بقول لحضرتك هو قصص نجاح، وليس الغرض منه ان هو تمويل بفايده او الغرض منه استثماري، لا، هو الغرض منه نجاح المتقدم او نجاح الشاب الحاصل على الفرصه والوقوف جنبه من غير اي عقبات او من غير اي ممكن يكون في اي مشكلات قد تقابله في السداد او اي مشكلات قد تقابله في ان هو ياخد القرض. طب سياده المحافظ، يعني حابين حضرتك تكلمنا بشكل مفصل عن تسهيل اجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، يعني البعض ممكن يكون متخوف، عنده افكار حلوه لتنفيذ طبعا مشروعات تجيب عائد مادي كويس، لكن ممكن يكون خايف من يعني القروض انه يمكن ما يتقبلش، يعني ايه الشروط وازاي بنسهلها على المتقدمين؟ هو انا عايز اقول لحضرتك ما فيش شروط محدده ولا شروط سن ولا شروط ماليه محدده، انما هو كل اللي مطلوب منه ان هو يجي يتقدم يشوف البطاقه ويقعد مع مندوب مشروعك او مسؤول برنامج مشروعك عندنا، وبيبتدي يديله اوراق اللي مطلوبه للنشاط في حال الاتفاق على
النشاط اللي هو عايز يشتغل فيه، وبعد كده هو بيوجهه لجهة التمويل اللي هو البنك اللي احنا متعاقدين معاه او الوزارة متعاقدة معاه من غير اي مخاطر. بالعكس انا بقول لحضرتك هو بيتم تأمينه تماما من خلال المتابعة المستمرة من اي تعثرات. حتى انا عايز اقول لحضرتك ان حتى التسديد بيتم مساعدته من خلال معارض، بيتم عمل معارض كبيرة لعرض هذه المنتجات في اي مناسبة بتتم، بحيث ان هو يقدر يقدم المنتج بتاعه داخل هذه المعارض. يعني احنا بنساعد، ما فيش شروط للمتقدم، وبنساعده كمان في تسويق حتى مشروعه. هايل يا فندم. بالظبط كده، ويقدر يتقدم اي وقت في مسؤولي برنامج مشروعك، هم موجودين في كل المراكز وموجودين داخل ديوان عام محافظه الشرقيه. عظيم. طيب نستغل وجود حضرتك معانا يا سياده المحافظ بقى، وتطمنا على حياه كريمه وصلت لفين في المحافظه. طبعا انا بطمن حضرتك جدا على حياه كريمه. احنا الحمد لله داخل برنامج حياه كريمه عندنا حوالي 600 مشروع جاري العمل فيهم بالتوازي داخل 41 قريه في مركز الحسينيه اللي هو فيه المشروعات الحياه كريمه، والحمد لله نسب التنفيذ طبقا لكل مشروع بتتم بصوره جيده جدا. واقدر اقول لحضرتك مثلا ان عدد مشروعات الصرف الصحي لوحدها داخل مركز الحسينيه او داخل 41 قريه حوالي 138 مشروع، وده رقم كبير جدا غير مسبوق. وبالنسبه لمياه الشرب عندنا حوالي 62 مشروع، وده برضه رقم كبير غير مسبوق، لان حضرتك بتغطي مركز كبير بيمثل ثلث مساحه محافظه الشرقيه. فده معناه ان حضرتك بتشتغل في ثلث محافظه الشرقيه اللي تعتبر من اكبر المحافظات اللي موجوده على مستوى مصر بمساحه حوالي 1557 كيلو متر مربع، بجانب 37 مشروع بنشتغل فيهم في الشباب والرياضه، وده برضو رقم غير مسبوق ما بين احلال وتجديد مراكز الشباب او انشاء ملاعب او انشاء مراكز جديده. كل الكلام ده كله بيتم العمل فيه على التوازي، بجانب كل حاجه بقى حضرتك خدمات حوالي 13 قطاع بنشتغل فيه على التوازي مع بعض. الصحه والاسعاف الابنيه والتعليميه بنعمل دلوقتي 45 مدرسه برضو على التوازي، ما بين حضرتك انشاء جديد وما بين احلال وتجديد كلي وما بين تطوير. عزيز. مشروعات الغاز الطبيعي تم العمل فيها او بدء العمل فيها في ال 41 قريه، بيتم دلوقتي توصيل الخطوط الرئيسيه للمركز، بعد كده هنبتدي نشتغل في الشبكات الداخليه، تليفونات، مجمعات خدمات حكوميه، احنا عندنا 10 مجمعات خدمات بتقدم الخدمات ما بين حضرتك البنوك اذا كان محتاج او اذا كان السجل المدني او كل خدمات المواطن هتبقى موجوده فيه. في عندنا 10 مجمع خدمات حكوميه، عندنا مجمعات خدمات زراعيه اللي هي البنك الزراعي، الخدمه البيطريه، الارشاد الزراعي، كل الكلام ده موجود. كل ده بقى في مجمع واحد. الزراعي عاملينه مجمع لوحده، والخدمات الثانيه معمول لمجمع وحده، مجموعهم 20 مجمع بيقدموا خدمات للمواطنين. برضو بالنسبه للري عندنا 30 مشروع ما بين 17 تأهيل للترع تبطين وتأهيل، وما بين 13 كوبري انشاء جديد او احلال وتجديد او صيانه، وطبعا في 18 مشروع تم تعمل فيهم، والحمد لله عندنا 84 مشروع كهرباء واناره ما بين محولات وضغط متوسط وضغط تدخلات. يا فندم في كل القطاعات وكله بيتزامن مع بعض. دكتور ممدوح غراب، عظيم يا فندم، كل شكر لحضرتك محافظه شرقيه دكتور ممدوح غراب، الف شكر ليك يا فندم.